السفير المصري في السودان بعد تواصل مع الكابتن محمود الخطيب، او الكابتن محمود الخطيب طبعا تواصل معاه بخصوص الجانب الامني في السودان، وقال ان طبعا السفير المصري الاستاذ حسام عيسى قال ان تم القبض على مثير الفتنه اللي سجله فيديوهات تهديد للاهلي، وانه الحرص شديد جدا على العلاقات الاخويه مع مصر. السفير كمان طمن الكابتن محمود الخطيب على توافر التامين الكامل لبعثه الاهلي في السودان للقاء فريق الهلال، وأكد في اتصال مع الكابتن محمود الخطيب أنه أجرى اتصالات مع كل الجهات الحكومية السودانية، وأكدت أن بعثة الأهلي مؤمنة تماما. فخلاص ما تقلقوش يا جماعة. وفي الآخر طبعا يعني احنا رايحين بلد عزيزة جدا على مصر، شعب عزيز جدا على مصر الشعب السوداني، مش عايزين نخرج القصة بره إطار المنافسة في الملعب خلال 90 دقيقة ما بين فرقتين كبار جدا طبعا، الأهلي والهلال السوداني، فرقتين مميزين جدا، منافسة تبقى من خلال الملعب بس. اللي يقدر يكسب اللي يبقى موفق بإذن الله، اللي إن شاء الله يكون الأهلي هو الموفق يعني يكسب هذه المباراة ويتأهل. بس الموضوع بسيط، مش عايزين نكبر الدنيا.